يقول عبد الوحيد ابن عشير مبتدئا كتاب الحج. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر. الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة. والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قادم. ووصله بالسعي ماشي فيهما، وركعة الطواف إن تحتما. نزول مزدلفة في رجوعنا، ما بيت ليلة ثلاث بمنى. إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيبة للشام ومصر الجحفة. قرن لنجد ذات عرق للعراق، يا لملم اليمن آتها وفا. تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه، والدين منك استجمع. إن جئت رابغا تنظف واغتسل، كواجب وبالشروع يتصل. والبس رداء وأزرة النعلين، واستصحب الهدي وركعتين. والكافرون مع الإخلاص هما، فإن ركبت أو مشيت أحرم. بنية تصحب قولا وعمل، كمشي أو تلبية مما اتصل. وجددانها كلما تجددت، حال وإن صليت ثم إن دانت. مكة فاغتسل بذيق وبنا، ذلك ومن كاد الثنية الخلا. إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل واسلك. للبيت من باب السلام واستلم، الحجر الأسود كبر وأتم. سبعة أشواط به وقد يسر، وكبرا مقبلا ذاك الحجر. متى تحاذي كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني. إن لم تصل للحجر المس باليد، وضع على الفم وكبر تقتدي. وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة، خلف المقام ركعتين أو قيعة. وادعو بما شئت لدى الملتزم، والحجر الأسود بعد استلم. واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه، ثم كبرا وهللا. واسعى لمروة فقف ضد الصفا، وخب في بطن المسير إذا اختفى. أربع وقفات بكل منهما، تقف والأشواط سبعا تمما. وادعو بما شئت بسعي وطواف، وبالصفا ومروة مع اعتراف. ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي اجتلى. واعد فلبن مصلى عرفة، وخطبة السابع تاتي للصفة. وثمن الشهر اخرجن لمنى، بعرفات تسعى النزول لا. واغتسل القرب الزوال واحضرا الخطبتين، واجمعن واقصرا. ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا، على وضوء ثم كن مواظبا. على الدعاء مهللا مبتهلا،
مصليا على النبي مستقبلا هنيهتان بعد غروبها تقف وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين نكبي واقصر بها واجمع عشا لمغربي واحفظ وبيت بها وأحيي ليلتك وصل صبحك وخلص رحلتك قف وارحب المشعل للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار وسر كما تكون للعقبة فارمي نديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة تلفو لوانحر هديا إن بعرفة أوقفته واحنق وسير للبيت فطف وصل مثل ذاك الناتي وارجع فصل للظهر في من الوبد إثر زوال غده ارمي لا تفد ثلاث جمرات بسبع حصايا لكل جمرات وقف للدعوات طويلا إثر الأوليين أخيرا عقبة وكل رامي كبيرا وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لك الفاري وعقرب مع الحدى كلب عقر وحية مع الغراب افتجر ومنع المحيط بالعضو ولو بنسجل أو عقد كخاتم حكوا والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذ ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل وإن قوى سخ دفر شعر ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر ومنع النساء وأفسد الجمع إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع وجاز الاسم الظلم المرتفع لا في المحامل وشقد في الفعل وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم نادبا أحرم والإثر سعيك احلقا وقصيرا تحل منها والطواف كثيرا ما دمت في مكة وارع الحرمة لجانب البيت وزيد في الخدمة ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما علمت وسر لقدر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إن تنمونا وادخل ضحى واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور يقول عبد الوحيد ابن عشيرك مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدين.